خصوصا في السن ده. نمرة اتنين ان هو يلعب في مكانه الطبيعي اللي هو رقم 10 عشان يبان وعشان تبان قدراته وامكانياته. نمرة اتنين الزمالك هل في نواقص؟ طبعا في نواقص. النهاردة المدير الفني يا كابتن سيف متضايق من اختيار 5 لعيبة من اللي جدد من اللي جم في الشتاء. وهنا مع كل احترام والتقدير لمجلس الإدارة، احنا سمعنا عن فريق كشافين، وسمعنا كابتن احمد سليمان عمل فريق كشافين، وفريق كشافين ده هو اللي هيجيب اللعيبة. مع كل الاحترام والتقدير يا جماعة، اللعيبة اللي جت نادي الزمالك انا سألت من غير بقى ولا كشافين ولا اي حاجة، انا سألت مدربين ايه رأيك في فلان؟ انا مش عارف جه الزمالك ازاي، فلان ده تكتيكيا فقير جدا ما يقدرش يلعب في اهلي وزمالك. سألت واحد تاني ايه رأيك في ده؟ هو لعيب كويس بس السنة دي مش فايق، بنزله ربع ساعة 10 دقايق ما بيدينيش اللي انا عايزه، ما يلعبش اهلي وزمالك. دي اسئلة لازم تسأل عن شخصية اللاعب، قدراته التكتيكية. القصة يا جماعة مش واحد نور كده في بطولة فالواد ده منور فتعالوا هات بقى هاتوا الاهلي والزمالك او هاتوا الزمالك، لا، الواد ده بيلعب في منتخب او مثلا بيلعب في بطولة اسيا ياسر حمد، فيجي تلاقي الراجل مش مقتنع بيه، وانت عندك مشكلة في الـ في الـ في الـ في السردباكات في النادي، عندك مشكلة بعد اصابة الونش. النهارده لو عمر جابر اتعور كارثه، لا عبد الشافي صليبي خلاص انتهى مشواره الكروي تقريبا، فاهم قصدي؟ النهارده عندك نواقص مش طبيعيه. النهارده فين راس حربه اللي ممكن تعتمد عليه ويقف على جيه؟ ناصر منسي مش فايق شويه، نص الملعب معرفش ايه. الوحيد اللي منور من وجهه نظري ناصر ماهر. وبعد كده في حاجه تانية يا كابتن سيف، ازاي نادي الزمالك يقعد مع نادي ام بي فيقول له زياد كمال ب 30 مليون جنيه وانا هبيعه بعد شهرين في اي وقت؟ انا يعني ازاي لعيب يجي نادي الزمالك بالمبلغ ده ونادي الزمالك كمان مش متحكم فيه؟ يعني ممكن رئيس نادي ام بي بعد نهايه الصيف ده يقول له معلش انا عايز زياد تاني. بس المعلومه دي كلها غلط. هو مش ب 30 مليون. بكام؟ هو اعاره 2.5 سنين باوبشن في النص. يعني هو اداره الزمالك حسبت ازاي؟ على فكره الصفقه دي مش وحشه، يعني رقميا مش وحشه للاثنين. يعني الصفقه دي يعني واحده واحده بس في الحته دي عشان الناس تستوعب. ماشي. الزمالك عمل اعاره حط رقم في الاعاره في السنه. مش هنقول ارقام بالظبط بس انا هشرح لك القصه. وجه حط اوبشن لو اللعيب لعب، لو جاب جوال، لو كسر الدنيا، لو عمل. وبعد 2.5 سنين انت ليك اوبشن تو باي. يعني بعد 2.5 سنين عايزه انت هتدفع رقم. فاهم قصدي؟ 2.5 سنين اجماليهم رقم. الزمالك حسب ان انا لو هشتريه دلوقتي عشان يلعب معايا 3 سنين انا هيقف عليا بكام؟ وامبي حسب ان انا هاخد فلوس للولد والولد بعد 2.5 سنين هيرد لي او هيبقى اوبشن تو باي للزمالك ياخده. ايوه كابتن، في النهايه زاد كمال بعد اوبشن تو باي وكل الحاجات دي والبونص والحاجات دي كلها 30 مليون. طب نمره اتنين، النهارده الصيف اللي جاي ده امبي ممكن يبيعه لاي نادي تاني. يعني في العقد الصيف اللي جاي ده اللي هو بعد 3-4 شهور ده دي ما اعرفهاش بقى. لا ده من حق امبي يبيعه في اي وقت. طب الزمالك ياخد فيه نسبه؟ نمره اتنين، زياد كمال كان، انا مش فاهم برضو، زياد كمال كان انضم لمعسكر ماتش الصوار الغيني، صح ولا لا؟ انضم لماتش الصوار الغيني، فجي ماتش الصوار الغيني الفرقه ما جاتش. المعسكر اللي بعديه بره الفرقه. طب هل هو خف ولا ما خفش ولا الراجل مش مقتنع بيه ولا زياد كمال طول الوقت مصاب؟ ما انت جايب انت جايب اللعيب ده كان في الشتاء عشان يفيدك في نهائي كاس مصر، مش موجود في نهائي كاس مصر. تمام؟ عشان يفيدك في الكونفدراليه. يعني انت جايب فلوس بتدفع للعيبه تفيدك. النهارده الوحيد اللي منور لغايه دلوقتي هو ناصر ماهر. ووحيد لغايه دلوقتي مش عارف ازاي الراجل ما بيلعبش ناصر ماهر اساسي. يعني ازاي بيبقى تغييره؟ يعني ازاي هو الوحيد اللي بيستلم تحت ضغط، الوحيد اللي بيلف بالكوره، الوحيد اللي بيروح على المرمى، الوحيد اللي ممكن يخلق فرصه، الوحيد اللي بمهاره واحده ممكن يضرب 2 أو 3. فده اللعيب اللي منور اكتر واحد. عبد الله السعيد لسه ما نورش، بس عبد الله سعيد انا بقول لك من دلوقتي هينور. عبد الله سعيد هينور.
السنه الجايه بقى يعني ايه متيابا؟ انت جايب لعيب متيابا يعني انت كنت كنا بنقول عايزين واحد اجمد من سامسون اكيونولا فجاب متيابا فالراجل متيابا راح مطلعه بره بره ال 21 اس طب وانت جايب متيابا ليه؟ يعني انت جايب متيابا ليه؟ هو القصه يا جماعه مش ان انا اجيب لعيبه مش القصه في شهر يناير شفت يا عم انا هجيب لكم اثنين جبت لكم 11 طب 11 ايه؟ طب اللي بيلعب مين؟ اثنين طب ما ثمن ال 11 دول كنا جبنا لعيب بدل السته اللي دفعت فلوس وكنت لعيب اجنبي راس حربه جامد قوي مش محتاج كل دول؟ يعني مش محتاج عبد الله مش محتاج كل دول سيف انا بقول لك بس كابتن سيف انا بقول لك من دلوقتي نادي الزمالك هيمشي لعيبه في الصيف اللي جاي منهم لعيبه من اللي جت جديده يعني مع احترامي مش اي حد يا جماعه كده تكوين الفرقه تكوين فرقه تقف على حيلها وتخلي نادي الزمالك في 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 في, في, في مكان البطوله لا مش اي لعيب يمثل الزمالك كده ومش اي لعيب يجي كده ممكن اسال سؤال ده في لعيبه جت مش منوره في ناديها يعني مين اللي ضربت في دماغه يجيبه زي مين مش يعني مش عايز عشان ما تكونش قاسي يعني بس يعني في لعيبه مش منوره يعني حضرتك انا لما يجي لعيب الزمالك ده ولعيب الاهلي ده يا ابن اللذينه ده مكسر الدنيا في ناديه ده ابن لذين عامل ده 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 عامل كل حاجه مين اللي منور في ناديه مهاب ياسر لعيب اشول وكل حاجه هو كان منور في الداخليه ياسر حمد هو منور مين تاني محمد عاطف لعيب درجه تانية لعيب كويس مهاري بتاع في درجه تانية لكن ما تعرفش لسه لكن جايبه ومقعده يعني ما يعني انت اللعيب اللي يجي في الشتاء ده كابتن سيف لعيب لازم يفيدك بكره يفيدك بكره انت جايب لعيب في الشتاء عشان يوقف فرقتك على رجليها اللي هي ماشيه وحش فانا بجيب واحد واثنين وثلاثه يوقفوا على رجلك لكن اجيب لعيبه في الشتاء اخليهم يشتوا يقعدوا في بيتهم يدفوا في بيتهم اجيب لعيبه في الشتاء اخليهم يشتوا يعني انا جاي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قهوه الخواجه دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي اكيد بتشجع كوره تصريحات قويه جدا من الكابتن خالد الغندور على صفقات نادي الزمالك تقدر تقول اندهاش استغراب جنون خالد الغندور على صفقات نادي الزمالك او على مدرب نادي الزمالك بما معنى خواجه لان مدرب نادي الزمالك مش عارف امكانيات اللعيبه وبيدخل لعيبه في مباريات وسبحان الله تاني مباريات بيطلعها بره الاسكواد خالص من غير ما اللعيبه تشارك ولسه جوزي جوميز حتى الان لم يعرف قيمه عبد الله السعيد وحتى هو مش عارف بيلعب في انهي مركز الراجل بيلعبه 6 و8 وعبد الله السعيد بقى له 39 سنه بيلعب اللاعب رقم 10 الجهاز على مجلس اداره نادي الزمالك ان هي تقعد مع جوزي جوميز ولازم تحلل الصفقات اللي زي ما الكابتن خالد الغندور قال اللعيب اللي بيجي في الشتاء لازم تستغل لان دي صفقات يناير فصفقات يناير انت بتجيبه النهارده عشان يشترك معاك بكره في المباريات واسمع رايك في الكومنتات تحياتي احمد الخواجه.